العجوري يصرح نجاح الانتخابات مرتبط بالالتزام بمخرجات جنيف، ويؤكد البرلمان حريص على موعد الانتخابات. حسب السايح، دائرة انتخابية واحدة تجمع كل مترشحي الانتخابات الرئاسية ونظام فردي للانتخابات البرلمانية. البعثة الأممية تشيد باتفاق اللجنة العسكرية على آلية خروج المرتزقة، واجتماع مرتقب آخر في مصر. أهلا بكم في نشرة إخبارية مفصلة من قناة ليبيا روحها الوطن، وتتابعون أيضا. تزامنا مع التحذيرات المحلية والعالمية من قرب الموجة الرابعة، أزناتي يشدد على أخذ اللقاحات. أكد رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العجوري أن الأزمة الحالية أمنية وليست سياسية، مضيفا أن نجاح الانتخابات يتطلب الالتزام بمخرجات مؤتمر جنيف. وقال العجوري خلال اجتماع افتراضي بمساعد رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ريتسون زينجا، قال إن مجلس النواب قام بالاستحقاق المنوط به واعتمد قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مبينا أن المجلس يحرص على إقامة الانتخابات في موعدها وعلى نجاحها وعدم وقوع البلاد في فراغ سياسي. قال عضو مجلس النواب صالح فحيمة إن شروط انتخاب الرئيس التي نشرتها مفوضية الانتخابات فيها الكثير من المخالفات للقانون رقم 1 الصادر عن النواب. فحيمة وفي تصريحات صحفية لفت إلى أن رئيس المفوضية عماد السايح حتى الآن لم يتقدم بأي مذكرة رسمية مكتوبة بالتعديلات يحدد فيها الملاحظات والتعديلات المطلوبة، مؤكدا على ضرورة التوافق مع مجلس الدولة بناء على الاتفاق السياسي للخروج من الأزمة الراهنة وفق قوله. أكدت عضو ملتقى الحوار السياسي أمل بوغعيقيس أن الشعب هو صاحب السيادة بحسب جميع قوانين العالم ومواثيقها. وقالت بوغعيقيس في تصريحات صحفية إن الطريقة الوحيدة لممارسة سيادة الشعب هي الانتخابات، خصوصا وأن الشعب متمسك بهذا الحق وبالذهاب إلى الانتخابات التي ينتظرها منذ زمن طويل. أكد رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح أن البلاد ستكون دائرة انتخابية واحدة، وسيتنافس فيها كل المرشحين للانتخابات الرئاسية مع بعضهم البعض. أما عن الانتخابات النيابية فستعتمد النظام الفردي. تفاصيل أوفى يطرحها التقرير الآتي لنداء عليان حول توضيحات السايح، نتابع. الخلاف بين القوى السياسية حول توقيت الانتخابات وقوانينها لا يزال قائما، رغم أن ما يفصلنا عن الانتخابات شهر وأيام، وهو ما يثير التساؤلات حول إمكانية عقدها من قبل بعض المراقبين للشأن السياسي. في المقابل قال رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح أن البلاد ستكون دائرة انتخابية واحدة يتنافس فيها كل المرشحين للانتخابات الرئاسية مع بعضهم البعض، والفائز في الانتخابات الرئاسية هو الذي يحصل على 50% زائد 1 من الأصوات خلال الجولة الأولى، وفي حال لم يتحصل أي مرشح على هذه النسبة من الأصوات سيتنافس المرشحان الحاصلان على أكثر الأصوات في الجولة الأولى في جولة ثانية. وعن الانتخابات البرلمانية قال السايح أنها ستعتمد النظام الفردي، وتقسم البلاد إلى 75 دائرة انتخابية، يفوز المرشح الحاصل على أكثر الأصوات في دائرته بمقعد بالبرلمان. السايح أكد كذلك استجابة مجلس النواب مؤخرا للتعديلات الفنية التي طلبها، وأوضح أن قانوني الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الصادرين عن مجلس النواب
قابلان للتطبيق من الناحية الفنية، ويرى مراقبون أن الوقت لا يزال كافيا لعقد الانتخابات إلى أن الخلافات يجب أن تنتهي حتى لا تلقي بظلالها على الاستحقاق الانتخابي، خصوصا وأن الانتخابات هي الأمل الوحيد المتبقي لدى الشعب، والجدل القائم يمكن أن يوصله إلى مصير مجهول رغم إصراره على عقدها وعدم السماح بتأجيلها. بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي مع رئيس جمهورية أوغندا يوري موسيفيني سبل التعاون المشترك في العديد من القضايا التي تهم البلدين، واستعرض اللافي خلال اللقاء الذي عقد في أوغندا تطورات المشهد السياسي الليبي ومساعي الجهات لإنجاح إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن وفي موعدها المحدد، حيث أشار اللافي إلى حجم العمل الذي قامت به مفوضية الانتخابات من أجل تنظيم انتخابات حرة ونزيهة. من ناحيته أكد موسيفيني ضرورة عقد الانتخابات في موعدها وعبور البلاد لهذه المرحلة الانتقالية بمشاركة الجميع دون إقصاء أو تهميش، لافتا إلى أن الحل في أيدي الليبيين أنفسهم ولا حاجة للتدخل الأجنبي. استعرض مدير أمن النواحي الأربعة العميد نور الدين الشتوي الاستعدادات الأمنية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر عقدها في 24 من ديسمبر. جاء ذلك خلال اجتماع جمع الشتوي مع رؤساء مجالس بلديات النواحي الأربعة ورؤساء الأجهزة الأمنية وبعض المسؤولين، حيث تم التباحث حول الاستعداد للاستحقاق الانتخابي المقبل الذي يشمل 56 مركزا انتخابيا بالمنطقة، إضافة إلى تكثيف تعاون المجالس البلدية مع مدير الأمن لإنجاح العملية الانتخابية. كشف مسؤولون أمريكيون لوكالة الصحافة الفرنسية عن توجه نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس الأسبوع المقبل إلى باريس للمشاركة في مؤتمر هام حول ليبيا يعقد في 12 من نوفمبر، القمة التي تأتي بتنظيم الأمم المتحدة وألمانيا وإيطاليا وتضم نحو 20 من زعماء دول المنطقة والعالم، تهدف إلى تقديم الدعم لليبيا فيما يخص ملفي الانتخابات وانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة. وصفت جمعية الصداقة الليبية الأمريكية قانون استقرار ليبيا الصادر عن الكونغرس الأمريكي بالعلامة الدالة على اهتمام الجانب الأمريكي بليبيا. الجمعية وفي بيان أصدرته بمناسبة مرور 225 أو 20 سنة على معاهدة الصداقة والسلام بين الدولتين، دعت حكومة الولايات المتحدة إلى الوفاء بالتزاماتها تجاه ليبيا، خاصة تلك التي تطال بناء الأسس الديمقراطية وهيكلة الدولة وبناء المؤسسة العسكرية والأمنية بغية تحقيق الاستقرار لليبيا. لمزيد من التفاصيل نتابع هذا التقرير. 225 عاما من الاتفاق على الأمان لمعاهدة الصداقة والسلام في ليبيا، رغم نشوب الأزمات إلا أن هذه الاتفاقية تعد من أهم الاتفاقيات المبرمة آنذاك. وفي المناسبة عينها قال جمعية الصداقة الليبية الأمريكية إن قانون استقرار ليبيا الذي أقره الكونغرس الأمريكي يوم 29 من سبتمبر يعد علامة دالة على الاهتمام الجاد الذي توليه المؤسسات الأمريكية التشريعية الرئاسية والتنفيذية بدولة ليبيا، كما يكشف المكانة التي تحظى بها ليبيا عند راسمي السياسة الخارجية الأمريكية. الجمعية أشارت في بيان لها أن الليبيين يتطلعون اليوم إلى تقارب يتجاوز المتوسط إلى الأطلسي متعديا المصالح الضيقة ليصل إلى تحالف جيوستراتيجي اقتصادي تنموي عسكري، وأضافت أنه بعد قرنين ونيف من العلاقات العتيدة عبر مد جسور السلام والصداقة بين ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية عكست إرادة الرؤساء الأمريكيان جورج واشنطن ومن بعده رجل السلام الرئيس جون آدمز. لابد اليوم من إعادة قراءة تاريخنا المشترك بعيون تتطلع إلى مستقبل واحد يتجاوز الزلات والهفوات التي صنعها أعداء السلام بين الشعوب الحرة المحبة للسلام. ودعت الجمعية حكومة الولايات المتحدة الأمريكية للوفاء بالتزاماتها تجاه ليبيا، خاصة تلك التي تطال بناء الأسس الديمقراطية وهيكلة الدولة وبناء المؤسسة العسكرية والأمنية،
خلق اقتصاد معرفي متين يكون له دور بارز وملموس في دعم استقرار ليبيا ونهوضها في جميع المجالات. هل ستساعد هذه المعاهدة في إنجاح انتخابات 24 ديسمبر وتبطل أي محاولة لزعزعة الأمن وتوقف من أسمتهم بأعداء السلام حسب البيان؟ الجواب يكمن في الأيام المقبلة، كون العالم أجمع يصرح ويرحب بالانتخابات، فكيف ستساعد وتقرب أمريكا لليبيا الاستقرار والسلام؟ أشادت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا باتفاق اللجنة العسكرية مع ممثلي الدول على آلية خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية، والذي من شأنه تمهيد الطريق للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر عقدها في 24 ديسمبر. المزيد في سياق التقرير التالي. تمهيدا لانتخابات 24 ديسمبر، تتكاثف الجهود والمساعي نحو الدفع باتجاه إجرائها وفقا لخريطة الطريق من جميع الأطراف سواء المحلية أو الدولية، والتي كان أبرزها وما زال اللجنة العسكرية 5+5 التي تسعى بشكل ملحوظ لعدم تقويض الاستحقاق الانتخابي المزمع عقده في نهاية العام الحالي، فضلا عن تعزيز جهود التسوية العادلة والخروج من نفق الأزمة الليبية. حيث أصدرت بعثة الدعم الأممي في ليبيا بيانا مساء أمس حول اجتماع اللجنة العسكرية في القاهرة، والذي جرى خلاله الاتفاق على إنشاء آلية اتصال وتنسيق فعالة لدعم تنفيذ خطة عمل 5+5 بشأن خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا في عملية تدريجية ومتوازنة ومتزامنة ومتسلسلة. وعليه أشادت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا باتفاق اللجنة العسكرية 5+5 مع ممثلي الدول على آلية خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية، مبينة أن اللجنة العسكرية اتفقت مع ممثلي تشاد والنيجر والسودان على إنشاء آلية اتصال وتنسيق فعالة لدعم تنفيذ خطة عملها بشأن خروج المرتزقة في عملية تدريجية. كما أكدت البعثة أن الآلية ستتمكن من اتخاذ الخطوات الأولى من عملية الانسحاب، التي ستأخذ في الاعتبار بشكل كامل احتياجات ومخاوف ليبيا وجيرانها. بدوره وصف المبعوث الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيتش نتائج الاجتماع بالإنجاز الهام، مبينا أن هذا الإنجاز يمكن من اتخاذ خطوات عملية لخروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب كخطوة أولى نحو التنفيذ الكامل وفي حينه لاتفاق وقف إطلاق النار. كما اعتبر أن التقدم الذي حققته كل من ليبيا وتشاد والنيجر والسودان يعمل على تعزيز روح المصلحة المشتركة والشراكة التي ستفسح المجال للاستقرار المستدام والأمن والتنمية والتعاون في المنطقة، ناهيك عن أن هذا يعد استجابة لمطلب الغالبية العظمى من الشعب الليبي ويخلق المزيد من الزخم الإيجابي في ضوء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. يبدو أن هناك بارقة أمل في الساحة الليبية ستعيد للمواطن الليبي أمنه واستقراره، وستعود بالبلاد نحو مربع الازدهار الذي لا يشوه خلط أوراق مرة أخرى. في جديد اجتماعات 5+5، أعلن عضو اللجنة العسكرية مراجع العمامي نية اللجنة عقد لقاء مع مسؤولين أتراك وروس بشكل منفصل، وذلك للنظر في إخراج المرتزقة والقوة الأجنبية من البلاد. هذا وأضاف العمامي أن اللجنة تعتزم عقد اجتماع آخر في جمهورية مصر خلال الشهر الجاري عقب مؤتمر باريس بشأن ليبيا، مشيرا إلى أنه سيكون مشابها للاجتماع الأخير والذي شهد حضور ممثلين عن دول السودان والنيجر وتشاد. إلى ذلك، دعت الأمم المتحدة الدول الأعضاء لدعم اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 والسلطات الليبية ودول الجوار إلى تنفيذ خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب بطريقة تضمن استقرار ليبيا وفق الخطة الموقعة في جنيف. جاء ذلك حسب بيان أصدرته بعثة الدعم الأممي إلى ليبيا أمس حول اجتماع اللجنة العسكرية في القاهرة، والذي جرى خلاله الاتفاق على إنشاء آلية اتصال وتنسيق فعالة لدعم تنفيذ خطة عمل 5+5 بشأن خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا في عملية تدريجية متوازنة متزامنة ومتسلسلة.
أشار تقريرنا لمنظمة أكباس غير الحكومية الخاصة بمراكز احتجاز المهاجرين في ليبيا إلى أن التعاون المتزايد بين الاتحاد الأوروبي وسلطات إدارة الهجرة الليبية قد أدى إلى زيادة عدد المهاجرين الذين تم اعتراضهم وإرسالهم إلى مراكز احتجاز بين شهري يناير وأكتوبر، كما لفت إلى تدهور الوضع الإنساني في مراكز الاحتجاز. تفاصيل أوفى عن التقرير حول ملف المهاجرين في ليبيا نتابعه في التقرير التالي. ملف الهجرة ما زال يتصدر المشهد في ليبيا لما له من تداعيات جمة ألقت بظلالها على وطن بأكمله في ظل اقتراب مرحلة مهمة من تاريخ ليبيا، حيث أصدرت منظمة ACAPS غير الحكومية تقريرها الخاص بمراكز احتجاز المهاجرين في ليبيا، والذي سلط الضوء على الأوضاع الأمنية والإنسانية والصحية والقانونية في مراكز الاحتجاز في عدة مناطق في ليبيا. نقاط كثيرة بينها هذا التقرير الذي أشار إلى أن التعاون المتزايد بين الاتحاد الأوروبي وسلطات إدارة الهجرة الليبية قد أدى إلى زيادة عدد المهاجرين الذين تم اعتراضهم وإرسالهم إلى مراكز الاحتجاز بين شهرين يناير وأكتوبر من العام الجاري، حيث أوضح أن خفر السواحل الليبي اعترض نحو 26 ألف مهاجر حاولوا الوصول إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط، وتم نقل معظمهم إلى مراكز الاحتجاز. وذكر التقرير عدم تمكين المنظمات الإنسانية من الوصول الدائم إلى المراكز، ما يجعل من الصعب تقييم الوضع وتقديم المساعدة. تتبع مراكز الاحتجاز الرسمية في ليبيا لإدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية التابعة لوزارة الداخلية، وغالبا ما تسيطر المجموعات المسلحة المحلية على هذه المراكز، كما توجد أيضا مراكز اعتقال غير رسمية يستخدمها المهربون، ومراكز اعتقال غير رسمية يديرها مجموعات مسلحة لا تخضع لتوجيهات جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتتوفر معلومات وبيانات قليلة عن هذه المراكز، ولا يمكن للجهات الفاعلة الإنسانية الوصول إليها، ومن المحتمل أن يكون وضع المهاجرين أسوأ في تلك المراكز. وبحسب التقرير تتوارد معلومات عن ارتباط بين المهربين ومراكز الاحتجاز، كما تسيطر مجموعات مسلحة على طول الطرق التي يستخدمها المهاجرون من جنوب الصحراء الكبرى. في المقابل لا يتمتع معظم المهاجرين بوضع قانوني، وغالبا ما يواجهون انتهاكات جسيمة بما في ذلك الاغتصاب والتعذيب والابتزاز والظروف المعيشية الصعبة والإعدام خارج نطاق القضاء، كما يقعون أحيانا في مرمى النيران أثناء الاشتباكات المسلحة، ناهيك عن وجود فئات معينة أكثر عرضة للعنف من غيرها، حيث أفاد مهاجرون خرجوا من المراكز بأن القادمين من جنوب الصحراء الإفريقية يتعرضون للإيذاء وسوء المعاملة بشكل متكرر أكثر من أولئك القادمين من شمال إفريقيا. لابد للأطراف المعنية التجرد فيما يخص ملف الهجرة والمهاجرين والعمل على حلحلة المختنقات التي تواجه هذا الملف، كما لابد من محو أي شبهات تحيط به نظرا لأهميته وحساسية المرحلة الراهنة التي تمر بها ليبيا. تلقى رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني إحاطة من وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي عن آلية عمل الوزارة خلال الأشهر الماضية بما يساهم في تفعيل دور الإدارة المحلية. هذا وتمت خلال اللقاء الذي جمع الكوني والتومي أمس مناقشة العمل على استحداث البلديات الجديدة والتأكيد على دورها في توفير الخدمات للمواطنين بالعديد من المجالات. بحث مركز المعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية ومكتب البحث الجنائي بمديرية أمن طرابلس بحث إمكانية إطلاق خدمة البلاغ الإلكتروني وربطه بغرف العمليات بمكونات الوزارة. جاء ذلك خلال اجتماع تشاوري بحضور مدير عام مركز المعلومات والتوثيق العقيد البهلول شنانة ورئيس مكتب البحث الجنائي طرابلس العقيد ناجي الزوبي وعدد من الجهات ذات الاختصاص، وذلك لمناقشة سبل تفعيل هذه التطبيقات على أرض الواقع والاستفادة منها في رفع معدلات الأداء وتحسين مستوى الخدمات المنوطة بالبحث الجنائي.
بحث رئيس مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية العميد عادل الشروي مع مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية العميد عادل عبد العزيز عددا من المواضيع المتعلقة بمكافحة جرائم المخدرات العابرة للحدود. جاء ذلك خلال اجتماع عقد بمقر المكتب لمناقشة آلية متابعة المطلوبين على ذمة قضايا مخدرات والصادرة في حقهم أوامر القبض، بالإضافة إلى عدد من المواضيع التي من شأنها دعم العمل الأمني لوزارة الداخلية. نفى مدير الإعلام بمركز الرقابة على الأغذية محمد الزيات صحة الشائعات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي حول احتواء الموز المستورد على دودة تسبب الموت. وأضاف الزيات في تصريحات صحفية أن هذه البكتيريا موجودة في جسم الإنسان، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن شحنات الموز لا تخرج إلى السوق إلا بعد إجراء التحاليل المطلوبة وإرفاق الجهات الموردة لشهادة تسمى شهادة الصحة النباتية من بلد المنشأ. أفاد المركز الوطني لمكافحة الأمراض بتسجيل 599 إصابة جديدة بالفيروس في ربوع البلاد، وبذلك يصبح إجمالي الإصابات المؤكدة 360,266. وبين المركز بحسب صفحته الرسمية أن عدد حالات الشفاء الجديدة بلغ 1,397 حالة، فيما تم تسجيل 15 حالة وفاة، وبذلك يصبح عدد ضحايا الفيروس 5,186 منذ بدء الجائحة. أعلنت إدارة الخدمات الصحية بالقبة تسجيل 6 إصابات جديدة بالفيروس في البلدية خلال الساعات 24 الماضية. وأوضحت الإدارة في بيان لها أن المختبر استلم 12 عينة أظهرت النتائج سلبية 3 منها، إضافة إلى الاشتباه في 3 حالات. قال مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض المكلف فرع تزربو حمد عثمان إن إجمالي إصابات فيروس كورونا منذ انطلاق الجائحة في المدينة وصل إلى 508، فيما سجلت 440 حالة شفاء و80 وفاة. إجمالي الإصابات منذ انطلاق الجائحة منذ 2020 508، وإجمالي حالات الشفاء 440 حالة، وعندنا حالات الوفاة 8 حالات، وبالنسبة للحالات الناشطة في الوقت الحالي 60 حالة. ونرجو من أهل المدينة تزربو الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، لأننا نلاحظ الفترة هذه تزايد شديد في الحالات. حذر وزير الصحة علي زناتي من قرب دخول البلاد في الموجة الرابعة لكورونا في ظل عدم الإقبال الكبير على أخذ اللقاحات، هذا وأكدت منظمة الصحة العالمية إمكانية العودة إلى المربع الأول في حال لم تغير الدول سياساتها في التعامل مع الجائحة. التقرير الآتي يطرح تفاصيل أوفى حول تطور الجائحة، نتابع. لا يزال العالم أجمع يعاني من جائحة كورونا غير المنتهية منذ أكثر من سنتين والمتجددة كل حين في متحور جديد ذي اسم مختلف وفي كل مرة بقوة أكبر من سابقتها، إذ تشهد الأيام الحالية الدخول في موجات جديدة من الفيروس في عدة دول. ليبيا التي تترقب الدخول في الموجة الرابعة لكورونا مع بداية الشهر المقبل بحسب وزير الصحة علي الزناتي لا تعلم حقا من أين تأتي الضغوطات، فالبلاد أمام استحقاق انتخابي منتظر وقلق واسع من تزايد حالات الإصابة في الفيروس. تلقي اللقاحات المضادة للفيروس تعد الوسيلة الفعالة لمقاومة المرض، وهو ما دفع وزارة الصحة لحث المواطنين على أخذها، خصوصا وأن استقرار الحالة الصحية وعدم الحاجة لدخول مراكز العزل أو العزل المنزلي يعود لاستمرار حملات التطعيم.
أزناتي أكد أن اللقاحات متوفرة، إلا أن الإقبال على أخذها لا يزال متواضعا، رغم أن علماء الوبائيات في العالم أكدوا إمكانية تلقي أنواع مختلفة من التطعيمات للشخص الواحد. فمن تلقى لقاح سبوتنيك كجرعة أولى يمكنه أخذ لقاح أسترازينيكا، وهذا الأمر لا يدعو للقلق بحسب قوله. منظمة الصحة العالمية حذرت مجددا من إمكانية أن تعود بعض دول العالم لتصبح بؤرة تفشي للفيروس من جديد، وطالبت جميع الدول بأخذ احتياطاتها وتغيير خطتها في مجابهة الفيروس حتى لا نعود إلى الإغلاقات من جديد. أعلن وزير الصحة علي زناتي أن وزارة المالية ستفرج خلال الأيام القادمة عن رواتب أكثر من 59 ألف موظف من قطاع الصحة. وقال لزناتي في تصريحات صحفية إن الوزارة ستشرع كذلك في إصدار شهادات تطعيم لقاح كورونا للراغبين في السفر إلى الخارج إلكترونيا، لافتا إلى أنه سيطالب الحكومة بتخصيص مبالغ مالية لعلاج حالات العقمة في خارج البلاد. هذا ولفت الزناتي إلى أن الوزارة ستقوم بتوفير مصنع للأكسجين خلال أسبوعين بمنطقة أوباري، وستنشئ مركز عزل بالمنطقة لعلاج الحالات المصابة بفيروس كورونا. دعا وزير الصحة علي الزناتي مجلس النواب إلى اعتماد التغطية المالية للقرار 885 المتعلق بزيادة أجور العاملين في قطاع الصحة، مناشدا اعتماد مشروع الميزانية العامة للدولة وإدراج زيادة قطاع الصحة ضمن بنودها. هذا وأكد زناتي خلال مؤتمر صحفي رفقة رئيس النقابة العامة للأطباء وذوي الاختصاص، أكد حق الكوادر الطبية في التظاهر والمطالبة بتحسين أجورهم وفق القوانين المعمول بها، مشددا على ضرورة استمرار العمل في أقسام الطوارئ إلى جانب اعتبار العناصر الطبية الذين توفوا جراء مكافحة فيروس كورونا شهداء واجبة. برئاسة سيف النصر حسن رئيس لجنة المعادلات بوزارة التربية والتعليم، عقدت اللجنة اجتماعها الرابع بمدينة المرج، واستعرض الاجتماع 300 شهادة دراسية صادرة عن مؤسسات تعليمية من خارج الدولة الليبية، وذلك للمصادقة عليها ومعادلتها ووجوب توافر الشروط المحددة للمعادلة والتصديق فيها. اليوم نحن نستضيف اللجنة الرئيسية للمعادلات بوزارة التعليم في مراقب تعليم المرج. طبعا اللجنة تتجول في البلديات، اليوم اجتماعها الرابع هنا في بلدية المرج، نرحب بهم. منذ تأسيسها عقدت طبعا ثلاث اجتماعات قبل هذا، كان الأول في مدينة طرابلس، والثاني في مدينة أجدابية، والثالث في مدينة البيضاء، وهذا الاجتماع الرابع. طبعا عمل اللجنة هو دراسة الملفات المقدمة لها، شهايد اللي جاية من الخارج على مستوى التعليم العام، معادلتها بالسلم التعليمي الليبي. طبعا كان الاجتماع قبل أقل من شهر، اجتماعنا الآن يعتبر من ثاني أسبوع، لأن في كثرة ملفات المتقدمين للعام الدراسي الليبي. قام مدير جهاز التصنيع العسكري العميد عبد الحميد الطوير بزيارة تفقدية إلى الثانوية الصناعية ببني وليد بغية الوقوف على استعداداتها لاستقبال طلبة جدد بعد توقف دام سنوات. الطوير اطلع على الخطوات التي اتخذتها الثانوية لتطوير الهيكلية التعليمية بما يسهم في تطبيق معايير الجودة والرفع من كفاءة ومهارة خريجي الثانوية الصناعية في سوق العمل. سبب زيارتنا هنا اللي هي التعرف على امكانيات الثانويه الفنيه وما حجم الاستعدادات لقبول طلبه جدد لغرض رفع الكفاءات الفنيه والتقنيه للكوادر الليبيه اللي قد يستفاد منها او يستفاد منها ان شاء الله في الرفع من الجانب العلمي والتقني في مجال الصناعات الميكانيكيه. قام اليوم بزياره الثانويه مدير الجهاز التصنيع العسكري للوقوف على ما تحتاجه الثانوية من متطلبات لقبول الطلبة إن شاء الله في العام الدراسي الجديد، حيث
قام بإعطاء الأوامر بتوفير لهم جميع المتطلبات من منحة دراسية أو أمور فنية أو أمور معنوية، حيث اطلع أيضا على الورش والقاعات الدراسية وتم إعجابه بهذه القاعات وأعطى الأوامر بصيانتها من جديد لكي تواكب العصر الجديد بإذن الله. نشرتنا متواصلة وفيها بعد الفاصل. سلام الغويل يشدد على أهمية دعم تمكين المرأة اقتصاديا. أهلا بكم من جديد. أكد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية سلام الغويل أهمية دعم تمكين المرأة اقتصاديا والتركيز على ريادة الأعمال، بالإضافة إلى عقد مشاورات إقليمية ودولية لتعزيز دورها في النهوض بمجتمعها من خلال توجيه الجهود المبذولة على مختلف الأصعدة. جاء ذلك خلال اجتماع عقد بديوان مجلس الوزراء بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني وعدد من سيدات الأعمال من تونس لمناقشة الآليات المعنية بالمرأة عبر المؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية لترسيخ انخراط سيدات الأعمال في النشاط الاقتصادي والتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة. إلى جدابيا تحديدا، حيث جالت كاميرة قناتنا شوارعها لأخذ آراء عدد من المواطنين حول تحديد الأسعار، مؤكدين أنه في حال رغبت الحكومة برفع أسعار بعض السلع فعليها زيادة رواتب الموظفين، لافتين إلى أن هذا القرار لا يصب بمصلحة المواطن بل يضره بصورة كبيرة. نقولوا نحن زياده الاسعار، زيادة الاسعار تبي لازم تزيد المرتبات. زياده المرتبات هي زياده الاسعار، طالما تزيد انت المرتب وتزيد السعر معناها ما كانكش درت حاجه. ضروري الاسعار تكون منخفضه والرواتب تكون ثابته. اذا كان تمن الاسعار ثابته يقبل حتى الراتب ثابت، يقبل استقرار ممتاز وجميل والمواطن يقدر يقضي حاجته. مش عملين وليس في فائدة في مصلحة المواطن صراحة، لأنه لا يفترق بين السوق العامة السائدة هذه في السوق الخاص ولا بين الفرق السعر اللي هو دار نهائيا. هذه من ناحية. الناحية الثانية أن هم ما عاملوش السعر المصرف ربا المركزي للعملة الأجنبية، كانوا يعملوها على أساس أن سعر السلعة اللي يجيبوها بالسعر اللي متعامل فيه مصرف فيه بين المركزي، مش السعر اللي هو سعر به غادي في مثل بأربعة دينار ونص. بالعكس، كان المفروض يكون جنيه وسبعين قرش أو 170 قرش السعر السلع. من حقي كمواطن ليبي غير موافق على القرار، لأن القرار ما فيش حاجة كبيرة، نسبة بسيطة، ربع جنيه 50 قرش. المواطن متضرر واجد، بكي. لا، بالنسبة لنا كمواطن ليبي غير موافق. هذا ورصدت قناتنا بعض ردود الفعل حول تحديد أسعار بعض السلع الأساسية من مدينة المرج، إذ انتقد أهالي المدينة هذا القرار وأكدوا بأنه لا يتناسب مع احتياجاتهم ولا مع قدرتهم الشرائية، وصفين القرار بغير المدروس.
انا اعتبر قرار خاطئ جدا. اتمنى من وزير الاقتصاد انه يراجع هذا القرار ويلغي هذا القرار. هذا قرار غير صحيح، غير مدروس في وضع اقتصادي بالوضع الموجود في الدوله الليبيه الان. الدوله ما تستورد في سلع ولا مشي متحكمه في استيراد السلع الثمينيه، وبالتالي طالما انت ما تستورد في السلع معناته ما تحددش الاسعار. اترك الاسعار للذين يستوردوا في هذه السلع اللي هم فئه التجار. الشيء الوحيد اللي ممكن هو يديره هو يضمن فرص متكافئه للتجار في فتح الاعتمادات، وبذلك يجعل السعر ايضا سعر تنافسي ويتحدد بنفسه، لان السلع ايضا عندها درجات وعندها يعني تختلف السلع. اذا كان قلنا سواء رز او غيره هو سلع مختلفه، واكيد التجار جايبينها باسعار مختلفه ومن دول مختلفه، فليس بالامكان انك توحد السعر. أقيمت في كل من بلديتي جفرة وقصر بنوشير احتفالية بتسليم الصكوك منحة دعم الزواج، وفي الإطار ذاته فقد تم تقديم 570 صكا للمستفيدين في بلدية جفرة و300 صك وزعت داخل نطاق بلدية قصر بنوشير. الحمد لله اليوم متواجدين في قاعة الحرية ببلدية الجفرة باحتفالية كبيرة جدا بعدد 572 صك يتم توزيعهم حاليا للأزواج لبداية حياة جديدة، يعني لتبديل الحرب بأفراح. وتأتي هذه الدفعة الثالثة بعد دفعتين اللي هي 84 صك في الدفعة الثانية و10 صكوك في الدفعة الأولى. اليوم في قصر بغشير قام مكتب الشباب دعم الزواج بتوزيع 300 شيك على شباب مستفيدين من هذه المنحة. فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يكون هذا الزواج زواجا طيبا ميمونا لكل من كان له نصيب في هذه المنحة. نظم موظفو المشاريع الزراعية بمنطقة فزان التابعة لهيئة الاستثمار العسكري وقفة احتجاجية أمام إدارة مشروع تساوال البذور المحسنة حول رفض رئيس الإدارة العامة للحسابات العسكرية صرف مرتبات العاملين بهذه المشاريع. المحتجون أشاروا إلى أنه لم يتم صرف مرتبات العاملين في هذه المشاريع أسوة بموظفي المشاريع الزراعية بالمنطقة الشرقية، مطالبين القائد العام للقوات المسلحة بحل هذه المشكلة والتوجيه بصرف مرتباتهم، مشيرين إلى أنه في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم سيضطرون لتركها والبحث عن لقمة العيش ما يعرضها للسرقة والنهب. مشروع برجول الزراعي الانتاجي، مشروع إراون الزراعي الانتاجي، مشروع تساوى لانتاج وقتال البذور، مشروع الديسة، مشروع الجبوات الزراعي، بالتكرم علينا وتدخل القائد العام للقوات المسلحة بشكل مباشر في حل هذه المشكلة وتوجيهاته بصرف مرتباتنا من تاريخ ضم وصدور قراره، وأننا لم نتلقى أي ميزانية تشغيلية، ونؤكد بأن هذه المشاريع هي المعول الأول للعائلات العاملين فيها. نحن نطالب اليوم بحقوقنا كموظفين وضم الأصول للمشاريع الزراعية في المنطقة الشرقية. أعلنت الشركة العامة للكهرباء سرقة 1300 متر من أسلاك الضغط العالي والمنخفض بمنطقتي زليط وقصر الأخيار، وأوضحت الشركة أنه تمت سرقة أسلاك ضغط عال بمسافة 900 متر على خط الجهاد من محطة 30 بسوق الثلاثاء بإدارة توزيع زليط، وكذلك سرقة أسلاك ضغط منخفض بمسافة 400 متر على خط شرقي العلوص بإدارة توزيع المرقب. نظمت مديرية الحرس البلدي وبالتعاون مع الجمعية الليبية للترقيم ورشة عمل بعنوان نظام معايير منظمة جي اس 1 بخصوص سلسلة الإمداد من التصنيع إلى المستهلك. المزيد في التقرير الآتي. في إطار رفع كفاءة أعضاء الحرس البلدي بمراكز جنوب طرابلس، نظمت مديرية الحرس البلدي بالتعاون مع الجمعية الليبية للترقيم ورشة عمل بعنوان نظام معايير منظمة جي أس 1
بخصوص سلسلة الإمداد من التصنيع إلى المستهلك. طبعا اليوم متواجدين هنا في منطقة الزهرة بدعوة من مديرية جنوب طرابلس، وذلك لحضور هذه الندوة التي نظمتها الجمعية الليبية للترقيم، وذلك للرفع من كفاءة أعضاء الحرس البلدي داخل هذه المديرية. ونظرا لتعامل عضو الحرس البلدي مع المواطن بخصوص عملية الترقيم داخل الأسواق، طبعا الندوة تمت بحضور الجمعية الليبية للترقيم وأيضا مدير المديرية شخصيا ومعاون مدير المديرية. طبعا الندوة كانت بناءة والاستفادة كانت جد جيدة. وقام أساتذة مختصين في الجمعية الليبية للترقيم بإلقاء عدد من المحاضرات تم فيها التعريف بنظام معايير منظمة جي أس 1 وبمصدر المنتجات التي يتم إدخالها إلى السوق الليبية عن طريق العلامة الرقمية الموجودة على العلب، والتمييز بين المنتج الأصلي وغير الأصلي من خلال سلسلة الترقيم الموضوعة على العلب. وتم كذلك تقديم عرض مرئي للتعريف بنظام معايير المنظمة. مشاهدينا، وصلنا إلى ختام نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. العقوري يصرح: نجاح الانتخابات مرتبط بالالتزام بمخرجات جنيف، ويؤكد: البرلمان حريص على موعد الانتخابات. حسب السائح: دائرة انتخابية واحدة تجمع كل مترشحي الانتخابات الرئاسية، ونظام فردي للانتخابات البرلمانية. البعثة الأممية تشيد باتفاق اللجنة العسكرية على آلية خروج المرتزقة، واجتماع مرتقب آخر في مصر. تزامنا مع التحضيرات المحلية والعالمية من قرب، الموجة الرابعة أزناتي يشدد على أخذ اللقاحات. بذلك مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام نشرة الرابعة. لمزيد من الأخبار والتفاصيل تابعوا موقعنا على الإنترنت libyaschannel.com أو على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. إلى اللقاء.